مضت الأسابيع الأربعة التي حددها الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز كأجل أقصى لتنظيم حوار سياسي في البلاد، حوار قال الرئيس في أحدث تصريح أدلى به على هامش زيارة أداها للعاصمة الاقتصادية نواديبو إن الاتصال تجارية بخصوص تنظيمه. حوار قلت في النعمة على كل حال، أصبع أنه ضروري ولا بد من يخرج، وحددنا ذيك ضربة زمنية ياك يخرجوا اتصالات ونتوجه الحوار ولا نتوجه إن شاء الله. ما لا راجعين عن ذيك الفترة إن شاء الله اللي وحدت أنا راجع عنها، ولا يعدل فيه الحوار إن شاء الله، وقائمين حالا باتصالات التوجه من أجل بداية الحوار عن قريب إن شاء الله. وقد أبدت قيادات بعض الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا مشاركتها في الحوار المرتقب، كان آخرها رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والقيادي بكتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب مسعود والبلخير، الذي قال إن قرار المشاركة أخذ بالإجماع على مستوى المكتب التنفيذي للحزب. إحنا من دعاة الحوار وساعين فيه وشايفين منه هو الحل الوحيد، ومن التحالف الشعبي التقدمي في اجتماع مكتبه التنفيذي الماضي اللي استغرق ايام قرر باجماع ولا بغياب اي صوت من اصوات المكتب كامله بانه يشارك في الحوار المشروع. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكد في بيان صادر عنه مقاطعته للحوار السياسي المعلن عنه، وقال إنه لن يكون إلا نسخة مطابقة للأصل مما وصفها مسرحية سبتمبر 2015. وهو البيان الذي اعتبره الاتحاد من أجل الجمهورية دليلا على ما سماه تعنت المعارضة الرافضة للحوار عن المشاركة رغم الدعوات المتكررة من طرف النظام الموريتاني.